يسامر مجلسنا السائح فيهتز غصن الندى في القلوب، نجدد إيماننا في الفؤاد ونفهم بالوحي معنى الرشاد، نحلق في ركبهم العلا فتغدو الملائك في المجلس، ويشهد رب العباد المنى فما بيننا قط من مفلس من مفلس. عندما نقول دائما جدد إيمانك وأصلح صلاتك، لأن إصلاح الصلاة مفتاح لتجديد الإيمان، ومن حرص على ما ذكرنا في لقاء مضى بما يتعلق بتهيئ للصلاة مبكرا والاستعداد لها وما ذكرنا من أبواب العظيمة التي في كل واحدة منها درس وسبيل لزيادة الإيمان، لا ننسى أيضا أن من أسباب زيادة الإيمان التي دعانا إليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، هو إذا حان وقت الخروج من الصلاة وسلم العبد ينبغي عليه أن يشغل لسانه بالأذكار الواردة بعد الصلاة. نعم صحيح. ثوبان عندما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إذا فرغ من الصلاة أول ما يبدأ عليه الصلاة والسلام يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. صحيح. وأيضا الأذكار، هذه الأذكار التي بعد الصلاة غير أنها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ أجر السنة، وأنك اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت هذه الأذكار المقيدة الواردة في الكتاب والسنة وأخذت أجر صلوا كما رأيتموني أصلي واعتمرت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، غير هذه الفضائل هي ذاتها فيها بشريات عظيمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، حافظ على هاتين الخصلتين تدخل الجنة. إحدى هاتين الخصلتين قال النبي صلى الله عليه وسلم يسبح في كل في دبر كل صلاة، أي في نهاية كل صلاة يسبح في دبر كل صلاة عشرة، ويحمد عشرة، ويكبر عشرة، فذلك 50 و100 باللسان. يعني هنا لما جيت عدد 150، عشرة 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 في 5 صلوات تسبح تحمد تكبر عشرة، فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان، وهن طريق لتجديد الإيمان. فسبحان الله، شوف طريق لتجديد الإيمان ولتثقيل الميزان، الإنسان يثقل الحسنات يوم القيامة، ودخول الجنة لا يحافظ عليه عبد مسلم إلا دخل الجنة، والإنسان يوم القيامة يكون أحوج ما يكون إلى حسنة واحدة. فهذه دبر كل صلاة تحرص أنك تجلس وتقول هذه الأذكار، فهذا أمر عظيم. وهنا الشيخ يرد إلى ذهني سؤال جميل، إذا أنت يعني مثلا في الطريق ماشي في الطريق، أو إذا أنت لقيت من تحب، تجد شخص تحبه في الله عز وجل وقريب من قلبك، وأردت أن تصيه أو قال لك أو هو طلب منك قال لك الشيخ أوصيني بأذكار أقولها بعد الصلاة، فبما توصي؟ هي الأذكار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ولله الحمد، فيما يتعلق بما بعد الصلاة. لكن كثيرا ما يستوقفني وصية النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ. النبي عليه الصلاة والسلام لقي معاذا وهو الذي يحدث بهذا المشهد العظيم وبهذه القصة الرائعة الماتعة، يقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، هذا قرب حسي وهذا أسلوب من أساليب التأثير، الإنسان إذا حدثته ولم تلتفت إليه لن يتأثر كما إذا حدثته وقع بصرك عليه. صحيح. إذا حدثته وسلمت عليه وكنت قريب منه سيكون الحديث أقرب إلى نفسه من غيره. أخذ بيدي عليه الصلاة والسلام قرب حسي الآن، ثم جاء القرب المعنوي وقال يا معاذ والله إني لأحبك. الله، هذا معنى الحب اللي سألتك عليه، أحبك. أحبك، وهذا الحب الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، حب في الله لا لمال ولا لحسب ولا لنسب ولا لجاه ولا لسلطان، إنما يرى في معاذ الحرص والاجتهاد والصبر، وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه فأرسله ليكون رسوله أو ليكون رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ
هذه كلمات العظيمة. أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تأمل معي في هذه الكلمات التي قالها العلم أنها جمعت صاحبها خير الدنيا والآخرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صدرها بقوله عليه الصلاة والسلام أعني. لماذا؟ الاستعانة بالله عز وجل. نعم. وهذه في سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، وكل من طلب الخشوع وكل من طلب التوبة وكل من طلب المغفرة من الله عز وجل أو كل من طلب أن يعين أن يستعين عليه أن يستعين بالله عز وجل، ولئن استعانني لأعينن يعينك الله عز وجل. فأنت أنا النبي صلى الله عليه وسلم وصاه قال قل اللهم أعني على ذكرك. الإنسان بدون ما يعين الله عز وجل لن يستطيع أن يفعل شيء. نعم. لكن أنت أطلب من الله عز وجل أن ييسر لك أمر الخشوع، أن ييسر لك أمر حب المسجد والمكوث في المسجد، أن ييسر لك أمر الصلاة ولا تكون كبيرة عليك، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقوموا لله قانتين، أن تكون من القانتين وتكتب من القانتين وتكتب من المفلحين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صحيح. هذه الأمور تستعين عليها بالله عز وجل دائما أكثر من دعاء الله عز وجل اللهم أعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. هو في الحديث وإذا استعنت فاستعن بالله. فإذا جاء العون والمدد من الله أبشر بكل خير، بل من أراد أن يجدد الإيمان فما عليه إلا أن يستعين بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله والله المستعان. هذا ما ردده الأئمة وردده من قبلهم الأنبياء والرسل، وهم يعلمون أن النجاح إذا جاء العون والمدد من الله، والفشل إذا حيل بينك وبين هذا العون والمدد. هذه كلمات وهذا الخير قد يصل إلينا، لكن من الذي يهدى إليه ووفق ويكون من أهله؟ إذا كان عون الله للمرء شاملا تهيأ له من كل شيء مراده. الله. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. نجدد إيماننا. فهذا التوجيه النبوي لمعاذ وللأمة من بعده، أن يحرص الإنسان على أن يردد هذا الدعاء لأنه سبيل تجديد الإيمان. أعدني على ذكرك فمن كان من الذاكرين فهو من أهل الإيمان واليقين، وشكرك ومن كان من الشاكرين فهو من أهل الإيمان وحسن عبادتك. فمن عبد الله ولم يحسن فإنه قد ضيع خيرا كثيرا. صحيح. أما من عمل عملا تقرب به الله أحسن فإن الله يحب المحسنين، وإذا أحب الله عبدا رزق هذا العبد إيمانا في قلبه يجد لذته إلى يوم لقائه. سبحان الله. فهذه الإنسان لما هذه أعظم ما نوصي به، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي وصيت بها الشخص. فنحن نقول للجميع لكل من يسمعنا من المسلمين والله عز وجل أننا نحبكم في الله. أي والله. ونوصيكم بهذه الوصية العظيمة، مجرد أن الإنسان في نهاية صلاته إما قبل أن يسلم أو بعد السلام يحرص على هذه الأذكار العظيمة، ومن أهمها اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من منظور آخر ومن زاوية أخرى، الإنسان لما يتم في صلاته، لما يتم صلاته وهو ماكث في المسجد، فإن الملائكة لا زالت تصلي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. تقول الملائكة ماذا تقول؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أنت استشعر هذا الفضل العظيم، أتممت الصلاة سلمت، أنت لازلت تأخذ الثواب، ولازلت الملائكة تدعو لك عند الله عز وجل وتقول اللهم اغفر له واللهم ارحمه. شوف الملائكة تدعو لك وأنت تقول الذكر الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول الأذكار التي تسبح وتحمد وكذا، وتثقل في ميزانك، وتقول المعوذات التي هي المعوذتين والإخلاص التي هي تعدل ثلث القرآن، وتقول آية الكرسي أيضا هي من الأذكار التي هي أعظم من أعظم الآيات أو أعظم آية في كتاب الله عز وجل. هذه الفضائل كلها العظيمة، ليش مستعجل تبي تطلع من المسجد؟ ايش شنو الانسان شنو عنده من هذه الدنيا؟ هل هم اللي في الدنيا بتطلع هذه شنو ياخذ منك اصلا؟ ولو لم يكن فيها الا آية الكرسي التي من قرأها دبر كل صلاة لم يمنحه من دخول الجنة الا ان يموت. من قرأها دبر كل صلاة بعد كل صلاة ومات دخل الجنة باختصار. سبحان الله. هذه آية الكرسي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر ان من قرأها لم يمنحه من دخول الجنة الا الموت، فمتى مات وهو قارئ لها بعد صلاة قبضت روحه بعدها فهو بإذن الله عز وجل، كيف لا وهو يردد التوحيد بعد هذه الصلاة. الله. ما أجمل أن الإنسان
يستشعر هذه المعاني. لا ركزنا ورددنا هذه الكلمة أن الإنسان يستشعر، أن الإنسان يخشى، أن الإنسان يركز لكي يعيش مع هذه المعاني. لما يتم الصلاة ويكون في مصلاه ويبدأ بهذه الأذكار ويذكر الله عز وجل ويكون في صلاة أيضا ملائكة تدعو له اللهم اغفر له والله مرحمه، يعني مش نفس اللي مثلا بيقول الأذكار بسرعة لا يكاد يعلم منها شيء، لكن الإنسان لما يكون يستشعرها سبحان الله الحمد لله الله أكبر يقولها ويحققها ويحقق معناها، والله ما تأخذ منك وقت، راه سواء قلت 33 مرة 10 مرات تقول بقية الأذكار كم بيأخذ منك كلمة على بعض 15 دقيقة 10 دقائق، فما يأخذنش منك شيء. زيادة على ذلك الأمر العظيم اللي دائما يذكر فيه واحد من العلماء ودائما ذكروا به، لماذا أنت تريد تخرج من المسجد؟ لقضاء أمر دنيوي معين وتحسس نفسك أنك أنت مستعجل وراك شيء مهم وكذا، فالعالم ماذا قال؟ الأمر الذي أنت تريد أن تخرج إليه بين يدي من؟ وأنت تناجي الله عز وجل، فأنت اقضي ما يقضي ما بينك وبين الله عز وجل وييسر لك الله عز وجل أمر هذه الدنيا. صدقت. وأيضا ينبغي أن نعلم أن ما دام الإنسان حريص على أن يصبر على تلك الجلسة بعد الصلاة فأن هذه الجلسة لو لم يكن فيها ذاكر فلا حسبه أن يعلم أن العبد ما زال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة وما دام في المصلى، كما ورد في الحديث أن أحدكم صلي عليه الملائكة ما دام في المصلى تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث، فهذا باب عظيم وخير، فما بالك إذا كان صبر وجلس بعد الصلاة وأطال الجلوس وأشغل لسانه بالذكر فهو خير على خير. وينبغي أن ننبه في هذا المقام أنك كما وفقت للصلاة وكما وفقت لهذه الأذكار بعد الصلاة وحركت اللسان بهذه الكلمات العظيمة احرص على أن تحرك القلب بها كما تحرك اللسان، الله، وأن تجمع قوتك وأن تجمع الخواطر وتجمع همتك وإرادتك على معنى ما تقول، فلا يكون هم أحدنا أن يقول ثم ينصر سبحان الله تنزه الله عن كل عيب ونقص لا حول ولا قوة إلا بالله، آية الكرسي، الاستغفار، الأذكار المطلق، قراءة القرآن إلى آخره، كل هذا زاد لتنطلق بعد هذه الصلاة الماتعة التي تحدثنا في الحلقات الماضية على شيء من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليه ليزداد إيمانه، ثم تخرج إلى الدنيا وأنت قد أصبحت ممن جدد إيمانه بصلاة. نجدد إيماننا. أيضا مما يستشعره الإنسان في هذه الفترة العظيمة بعد انتهاء الصلاة وهو يذكر الله عز وجل، قال سعيد بن المسيب يعني من جلس في المسجد فإنما يجالس الله عز وجل، هذه كلمة عظيمة لكل من يستشعرها، اللي يجلس في المسجد كمل صلاته وهو جالس قاعد في المسجد، وأيضا لا تحبسه إلا الصلاة أن يرجع إلى أهله كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من جلس قال سعيد بن المسيب فإنما يجالس الله عز وجل، وهذا أمر وأنس بالله عز وجل عظيم، يعني حتى شيخ الإسلام ابن تيمية قال ماذا يفعل أعدائي بي إن حبسوني فحبسي خلوة، بينه وبين الله عز وجل يستشعر شنو أن الله عز وجل أنيسة، وفي بعض الروايات قال الله عز وجل أنا أنيس الجالس، يعني الله عز وجل قال أنا أنيس الجالس، اللي يجلس ويستشعر أن الله عز وجل أنيسة ويستشعر أن في هذا المكان وفي هذا المقام يأنس بالله عز وجل ويجالس الله عز وجل، هذا أمر عظيم جدا، ولا شك أنه لا يريد أن يقطع أصلا هذا المجلس، فهذه الفضائل العظيمة الأذكار تحرص عليها وتحرص على فضل المجلس وفضل مجلسك بعد الصلاة، لا شك أنك في خير عظيم. نعم، وإذا انتهى من هذه الجلسة الطيبة وقبل ذلك الصلاة وخرج خرج وهو ذاكر لله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عصمني من الشيطان يسأل الله من فضله، اللهم من يسألك من فضلك كما ورد في الحديث، لماذا يسأل الله من فضله؟ لأنه يخرج عن الأرزاق، يخرج لما أباح الله من متاع الدنيا، جعلنا النهار معاشا، صحيح، فهو يخرج الدنيا وفي طاعة وفي عبادة وفي سبيل الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل خرج يبحث عن قوت أهله، لكن ينبغي أن نتذكر ونحن في هذه الرحلة الإيمانية أن هذا العبد إذا أصبح وأمسى وقلبه معلق بالمسجد فإنه بإذن الله عز وجل سيجمع بين خير الدنيا والآخرة، ومن خير الدنيا اللذة والسعادة والفرح والأنس والطمأنينة والبهجة وسمي ما شئت، وأما خير الآخرة فهو جاء مصرحا به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم
حين قال ووصف سبعة عليه الصلاة والسلام وذكر صفاتهم، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد. سبحان الله، يعني هذا مجرد أن يعني كيف معلق قلبه بالمساجد، يعني حب للمساجد عنده عظيم جدا، مجرد أنه كمل الصلاة وجلس وأتم الصلاة على أكمل وجه والأذكار وطلع، قلبه مازال معلق بالمسجد، يشتاق أمتى تأتي الصلاة، متى تأتي الصلاة الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر انتظار إلى الصلاة فقال فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ولهذا إذا سئل أحدنا وراء عن هذا المعنى كيف يكون قلبي معلق بالمسجد، فنجيبه جواب يسير سهل، ونقول له بأن تنوي العودة إليه عند خروجك. الله، لما تلبس الحذاء اجعل في قلبك وفي حديث نفسك أنني سأعود إليك، ما أخرجني من هذا المسجد إلا ما أوجب الله علي من طلب الرزق وغير ذلك من أمور الدنيا، وما أنا أسمع المؤذن ينادي مرة أخرى إلا وسأعود. صهيب، إحنا الآن جددنا الإيمان ودعونا لتجديد الإيمان في ما مضى من حلقات كانت كثيرا ما نردد فيها جدد إيمانك بالصلاة، جدد إيمانك بالصلاة، وذكرنا شيئا من ذلكم فذكرنا والذكرى تنفع المؤمنين. والذكرى تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحقيقة كانت رحلة ماتعة، رحلة الصلاة، وللأمانة هي رحلة كانت مع ورقة من إعداد الشيخ فتحي، هي ورقة أخي المصلي، وهي ورقة الآن موجودة لمن أراد أن يحرص عليها. فهذه الورقة التي فيها هذه النقاط العظيمة بدأناها بالإخلاص لله عز وجل، أن يخلص الإنسان نيته مجرد أنه مقبل على الصلاة أو الركن من أركان الصلاة النية، ويبكر. ثم تحدثنا أيضا في حلقات وحلقات عن التبكير إلى الصلاة وفضل التبكير، ولو يعلمون ما فيه تهجير، ما في تهجير لاستبقوا إليه الناس. ثم تحدثنا عن الإنسان وهو ماشي للمسجد ينبغي أن يأخذ زينته. صحيح. يا بني آدم خذوا زينتكم، وهذا يزدد الإيمان ويحدث النشاط. صحيح. حيوية عند الإنسان وتجديد النشاط، أن الإنسان يحرص، وحتى المسلم أصلا يحرص أن يكون ثوب حسن ومظهر حسن. ثم تحدثنا عن الوضوء واستشعار ما يزيل، أن الوضوء يزيل الخطايا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، معنى المحبة في الوضوء. ثم بعد ذلك أيضا حلقنا في الخطى إلى المساجد وثواب الخطى إلى المساجد، إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. وأيضا عشنا يوما جميلا مع دعاء الذهاب إلى المسجد. صحيح. وذاك النور، اللهم اجعل في قلبي نورا، والمسابقة إلى الصف الأول والدعاء بين الأذان والإقامة والتأمين. صحيح. خلف الإمام، التأمين خلف الإمام والخشوع في الصلاة. ثم تحدثنا الآن عن الأذكار وفضل المكوث في المسجد. هذه المعاني العظيمة من استشعرها وكان قلبه معلق بالمساجد فهو في خير وإلى خير. نعم، وجدد إيمانك بصلاتك تسعد في حياتك. يسامر مجلسنا السائحون فيهتز غصن الندى في القلوب، نجدد إيماننا في الفؤاد ونفهم بالوحي معنى الرشاد، نحلق في ركبهم العلا فتغدو الملائك في المجلس، ويشهد رب العباد المنى فما بيننا قط من مفلسي.